يعني انا معدتي لقيت حتلاقي 4000 فول علبتين حمص، فيش معلبات معلبات معلبات، فيش غيره. ايش نفسك تكون في يعني الخضره؟ فيش في السوق اكل، فيش شرب، فيش عن جد. يعني انا بحكي لك، ما بحكي لكش انه مصاري، فيش بالمره اكل، فيش. يا زلمه كيلو البصل حقه 20 شيكل، ليش رايح على الصين وجاي؟ والله جد يعني في شيء بتبطل بدك تاكل. خلينا على المعلبات ماشيين احسن، والمعلبات يعني بدك تاكل علبه فول لحال، بدك تومه، بدك وبدك وبدك، حتى المعلبات بكلفنك. مقلوبه، منسف، كل شيء مشتاق. اذا 70 يوم مش دايقين، شو 70 يوم؟ اليوم 80 يمكن على الحرب، الا 80 يوم مش دايقين. ايش مشروبك المفضل؟ ايس كوفي على الاخر، بس لقيت فيش لا ايس كوفي ولا ايس عدس. نخلص كله. طب نقضي حياتنا مشاوير طول النهار، انا واصحابي واولاد عمي لاخر النهار، بنجمع هالحرب، بنولع، بنعمل براد شاي، لا بنضل لنا نص الليل. على منه الوضع بخوف عندنا كمان في الليل، تكون الدنيا تلمس، بس عادي يعني عايشين الاجواء.